السلام عليكم ورحمة الله تعالى. رجعنا وياكم حلقة جديدة وفيديو جديد. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة لهذا الفيديو. حلقتنا لهذا اليوم طبعا عندنا اجل السامع كلبة ورا البيت والدة حوالي صار لها 40 يوم او 50 يوم. الكلبة هذه كلبة عادية إيه، لا هي بوليسية. هي هاي الكلبة اللي وراكم لحق عليها، وبناتها طالعات يعني هم يشبهنها نثيتين، العفو ذكورة اثنين ونثية واحدة. فالبارحة باللي صار شاح تعرضت الى عض من كلب من ذيب، ما اعرف شنو السبب. جيت لقيت الايد مالتها مبتورة، فحبيت اسوي لكم فيديو، والفيديو يكون هم بيه انسانية وبيه رسالة، يعني من خلال قناتنا، وقناتنا هي قناتكم مختصة بالصيد والترفيه والاهتمام بالحيوانات والاهتمام بالثروة الحيوانية. مثل ما تشاهدون هذه الجروة، تشوفونها قدام، هذنيج خواتها اللي في حلة وهذه النفي. طبعا الناس قالت يعني خلي تولي او همزين، يعني مو كلبة اصلية ولا كلبة يعني كلبة عادية. صراحة تألمت يعني من الإنسان من يقول كلبة عادية وخليها تولي. فإحنا سوينا هذا فيديو لأجل يعني تعم الفائدة للجميع، يعني ما يميز بين الحيوان الأصلي والعادي، هي تبغى إنسانية لهذا الحيوان مثل ما تشاهدونه قدام. طبعا هذا فحل مو نثية، باغية نثية وذكر. فاحنا حتى اللي يشوف مثل هذه الحالة، طبعا العمل لله سبحانه وتعالى، ومن خلال العمل حبينا صور هذا العمل، حتى اذا شخص شاف يعني مثل هيك حيوان خطية مسكين، هذا يمنع الديدان ويمنع الزين. هذا طبعا اللي نقدر عليه، والباقي على الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الشيشة 5000 اذا تريد تسوي لك انسانية الحيوان، وهذه رسالة لكل انسان يشوف هذا الفيديو يخلينا لايك واشتراك، واللي يمر عليه هيج حيوان يسوي له انسانية بسيطة اللي يقدر عليها، والباقي على الله سبحانه وتعالى. هذا راح الجرح يلتم بهيش طريقة، وهذه ثيابسة، يعني أنا ما جاي أسوي إعلان عليها، لكن هي معروفة سعرها 5000 وتمنع الديدان، يعني لا تأكل الديدان هذا الجسم، وللالتهابات أيضا، وتجفف الجرح أحسن ما يتهي. وانا راح منتيه بس بعدين هم اسوي لها، اجيب لها ابر هم ايضا التهابات عامة. والله كيف، وانصح كل شخص شوف هيج حالة، اذا ما يقدر يساعد هذه الحالة
غريب علينا هنا محافظة واصل، أي حيوان يتصل بيه تليفون وأنا أجي وكله علي. رقم تليفوني 0772 50 50 11 3، الصياد أبو إسحاق، وإن شاء الله أكون برسم الخدمة. وأرجو منكم مرة ثانية اللي يشوف هيك حالة لازم ينقذ هذه الحالات. وطبعا هذه مو يعني تقولون كلبة شيء مالتي وعالجتها، هذه كلبة عادية بس رسالة للناس، العمل واحد لله سبحانه وتعالى، والفيديو ما سويته يعني لأجل ريال وأجل شهرة لأجل هاي، من خلال أنا قناتي مختصة وهي قناتكم مختصة للصيد والترفيه، فحبيت أنزل هذا الفيديو حتى اللي يشوف هم يساعد، مثل ما إذا كان يعني ما منتبه لهذه الحالة فراح يصير عنده انتباه إذا مرت عليه هذه الحالة. وشكرا لمتابعة الفيديو، انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله.